سمعت يا اخوان دربي اخواني نقدر طبعا هي وصيتها قبل لا تموت كانت قايله حق الفنانه الغديره الهام الفضاله ان لحد ينشر صورتي في اخبار وفاتها انا الله وانا اليه راجعون. الله يرحمها ويغفر لها. بس ناطرة احد يطلع في الخبر نفس كلمه رديت دشيت المستشفى ولا على المرض الحمد لله كله باجرى حتى التعب يعني ما اكذب عليكم تعبانه اكيد يعني لابد في عوار بس كل ما تذكرنا في اجر اقول الحمد لله اقول الحمد لله والله ما لا اعتراض يا ربي اجرني على اللي كل قاعد امر فيه يمكن الناس تشوفني اطلع اضحك اسولف اكيد ما احب ابين لكم الشيء السلبي بس يعني بسم الله عليكم هذا مرض مو مثل اي مرض بس الحمد لله الحمد لله ما في شيء يعني الله قال لكل دواء وبإذن الله الواحد الأحد يشفيني شفاء تمام قولوا آمين ويشفي مرضاكم يا رب العالمين فعلا المظهر خداع يعني أنا ما أحب أطلع لكم مثلا أتشكى ولا أتألم ولا أصور لكم هالأمور بس أحاول